مسابقة والمسابقة تشمل جميع الحضور اللي عندهم أرقام، واللي يحب يطلع يجي عندنا، واللي ما يحب على راحته راح يكون مساحة ثانية للجمهور. طريقة المسابقة عندنا 3 فرق، وكل فرقة من متسابقين رايحين نسحب على الأرقام، واللي يطلع رقمه فأهلا وسهلا يتفضل عندنا في المسرح. طبعا طريقة المسابقة راح يعرض فيديو انزين، وبنفس الفيديو بيعرض السؤال. إذا ما واضح السؤال راح أنا أعيد السؤال إليكم. وراح تكون المسابقة طبعا أهم شيء الهدوء في المسابقة. إذا ما صار الهدوء ما صارت المسابقة. انزين فهي راح تمر على 3 جولات. الجولة الأولى كل فريق إليه سؤال. هي خلصت الجولة الأولى، رايحين نسحب في أول جولة 9 جوائز للجمهور بدون سؤال. اللي يطلع رقم ما يحصل الجوائز. 9 جوائز احفظوا وياي. الجولة الثانية بعد 3 أسئلة تخلصوا الجولة الثانية رايحين نسحب 7 جوائز. نروح للجولة الأخيرة وهي الجولة الثالثة، ورايحين بعدها تجي آخر سحب للجمهور وهو 7 جوائز. فكم صار المجموع؟ 23 جائزة إلى الجمهور. فاللي ما يطلع رقمه وما يحالف الحظ جعدنا في المسرح راح تكون إليه نصيب جائزة من الجمهور بدون سؤال. فرايحين الحين نبتدي سحب الجمهور، آسف سحب المتسابقين. فاللي يطلع رقمه يجي يتفضل. رقم 65. اسحب غيره. صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. الرقم الثاني 105. 105. 105. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اكتملت المجموع الفريق رقم 1 اكتمل 245. 2 5 4 245. 245. المتسابق الثاني اللي يجمع رقم 62. اسحب غيره. 62. أحمد. 152. 1 5 2. 152. اسحب غيره. 162. هلو. 162. سلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نساعد على الحيرة. بس روح. تسابق واحد باقي عندنا. جعفر لا تفلتون، بيروحوا في الجمهور. الارقام بيروحون يا الجمهور عقب دلين، لا تفلتون. 262 كان 162. 262. 262. 66. يلا حياك ابو علي. 66. شعار جعفر.
طبعاً رايح نبدي المسابقة. وهو شيء وزع المجموعة. طبعاً المجموعة اللي على اليسار شيل على جعبة. المجموعة الثانية رقم 2 والمجموعة الثالثة رقم 3. يعني بنبدي من اليسار. إنزين قبل ما نبدي بس شباب مثل ما قلت لكم إذا ما صار الهدوء ما صارت المسابقة. فخلي نشوف الهدوء عشان خلنا نستمتع بهذا اليوم. الله يعودنا وياكم. فريق رقم 1 جاهزين؟ عشان لحظة جعفر جعفر ما نشوف شباب حسن مصورين لا تشتركوا الواحد من الشاشة قبل طبعا ما نبدا السؤال نتقدم بالشكر الجزيل الى مطعم سيزون لدعمه ومشاركته لدعم هذه المسابقه. انزين رايح نشوف السؤال الاول خليكم وياي مجموعه رقم 1 حسين ابو علي ويا حسن جعفر. السؤال الاول هدوء هنا نبي عرض فيديو شباب. السؤال الأول إلى المجموعة رقم 1 طبعاً ما في خيارات في الأسئلة. من القائل ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين؟ يلا عندكم 30 ثانية تجاوبون على السؤال. من القائل ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب صح. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نروح إلى السؤال الثاني. طبعا صارت عندكم 3 نقاط. كل سؤال عليه 3 نقاط فالفائز راح يحصل على 9 نقاط. اوكي؟ عدد فردي فحطوا بالكم. السؤال موجه للمجموعة رقم 2. الرسول صلى الله عليه وسلم لمباهرة نصارى نجران. بدعنا فيها بلاد لم يبطل نجران اثر ولا لاهل نجران. من هم الذين السؤال يقول من هم الذين خرج بهم الرسول صلى الله عليه واله لمباهله نصارى نجران؟ من هم الذين خرج بهم الرسول لمباهله نصارى نجران؟ فاطمه وعلي والحسن والحسن. الجواب صح. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا الحين خلصنا السؤال للمجموعة الأولية. تحتاج ترتيب فحطوا بالكم. خلصنا المجموعة الأولية اللي هي 3 نقاط. المجموعة الثانية اللي هي 3 نقاط. نروح للمجموعة الأخيرة عشان نخلص الجولة الأولى. اعرض السؤال الثالث الى المجموعة. السؤال الاول من رقم 3 هدوء شباب. يا ابن الحين جواب. هم الذين خرج بهم. يا
يا غزوة فضيلة عمر بن علي. بدو شباب. بدو شباب. قول على الصوت ده. قول على الصوت شو. في أي غزوة قتل عمر بن ود على يد الإمام علي عليه الصلاة والسلام؟ السؤال أبو علي ده عن الوقت. تخلص الثواني 30 ثانية. 30 ثانية. الخندق. الجواب صح. صلوا على محمد وآل محمد. برسوا أرقامكم علي. إيه إحنا ما يبي نترك المتسابقين فترة إلى 9 جوائز. طبعاً نتقدم بالشكر الجزيل إلى مطعم سيزون على دعمه ومشاركته في هذه المسابقة. رقم 142. تسحب غيره؟ للوح جعفر. 14. رقم 94. اللهم صل على محمد. الرقم جائزة طبعا راحت جائزة باقي 8 جوائز. يلا عاد خذ 14. اسرع جعفر. نص الجائزة. 86. 86. 86. اسحب غيره؟ غيره. واحد واربعين. واحد واربعين. صلوا على محمد وآل محمد. جائزة رقم 3. 3 يا جماعة. 124. صلوا على محمد وآل محمد. كم جائزة خلصوا؟ 3. نروح للجائزة الرابعة. 1111. 111. 1111. برز. تعال مكان احنا خدنا. 1111. طلع لنا بندره بتشيس. 1111. الجائزه لكم 4. الجائزة الخامسة 103. جائزة رقم 5. رقم 6. جائزة السادسة 225. 225. إبراهيم هذا رقم أحد المتسابقين. عادي ليه؟ لا متسابقين ما يصير. ما ليه خلاص. بيحصل المتسابق بيحصل. هو مجموع. يلا ب 14. 233. 233. ما حد عنده 233. معقول ما حد عنده رقم؟ شو رقم ارقام؟ 233.
قرش انا لازم يبصها عطى 233 الجائزة رح تكون كم هذه؟ 6 احفظوا قال لكم 6 احفظوا ها؟ انا عندي احساس لو الناس لو النبي حكي الجائزة لكم 7 284 40 جعفر جيب الجائزة انا النخو الجائزة رقم بس خلاص بس خلاص 38 وصل ابن حمل يصلي على محمد وآل محمد وهو يقاتل مع الإمام علي عليه السلام في أي معركة ويناديه الجرم الغدير نبيهم فكأني خصم للرسول مناديا فقال له قل يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا ولي أويس القرني استشهد وهو يقاتل مع الإمام علي عليه السلام ففي أي معركة استشهد في أي معركة طبعا خيارات ما في الوقت يا جعفر أويس القرني محسيدة مستمر محسيدة وحدين أويس القرني معركة الجواب خطأ صل على محمد وآله جواب جعفر جعفر علمونا الجواب جعفر جعفر لا تنسى الجواب طبعا معركة صفين
أويس الجاني استشهد معركة صفوين. السؤال الثاني للمجموعة رقم 2، يحتاج ترتيب شباب حطوا بالكم. السؤال الثاني في الجولة الثانية للمجموعة رقم 2. صعبة الأسئلة. الصوت صوت ما في عادة. ما المناسبة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقد خرج الإسلام كله لمواجهة الكفر كله؟ شباب الوقت يحسس. معركة خيبر. ما المناسبة التي قال فيها الرسول؟ شنو الجواب؟ معركة خيبر. الجواب خاطئ. الجواب الصح هو خروج الإمام علي عليه السلام لمبارزة عمر بن ود في غزوة الخندق. صل على محمد وآل محمد. نعيد الحسب. المجموع احنا في الجولة الثانية، باقي جولة. المجموعة رقم واحد عندها ثلاث نقاط، المجموعة الثانية عندها ثلاث نقاط، المجموعة الثالثة السؤال الثاني من الجولة الثانية، حطوا هالكم. اللهم والي من والى عليا. ما الحدث التاريخي الكبير والمهم الذي حدث في غدير وخم؟ أردعي السؤال، ما الحدث التاريخي الكبير والمهم الذي حدث في غدير وخم؟ هو الجواب تنصيب الإمام علي عليه السلام خليفة للأممين. جواب صح. طبعا خلصنا. جواب صح. جواب أسرع 244 244 244 صل على محمد وآل محمد. يلا 144 144 اعطوني اكو عندهم هاني اخوني يا شباب الاجابه صح بس الله ركب ركب 144 ابو هاني اللي عندك كم؟ مو 144
مو ثلاثة الرقم قولها. الثالثة طبعا. 278 ثلاث مرات جعفر وروح يلعب ثلاث مرتين طلع عليه مو له مو له ثمانية وأربعين جيم الجائزة رقم ثلاثة ثلاثة وأربعة ثلاثة في طلع رقم الجائزة مئتين وسبعة وثمانين 160 جا 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 رقم 6 هذه عدل خمسة السادسة نفس الشيء قتل الحارث في غزوة الخندق على يد الإمام علي عليه السلام.
أم خطأ؟ صح أم خطأ؟ قتل الشباب هدول صارتين موجودين خلونا نجوس الجواب صح أم خطأ؟ جواب نهائي جواب صح صلوا على محمد وآل محمد وآل محمد طبعا الجواب خطأ لأنه قتل في فتح حصون خيبر طبعا هذه الفرقة الأولى خلصت أسئلتها ست نقاط نروح إلى المجموعة الثانية السؤال الأخير من الجولة الأخيرة ماذا سمي الإمام علي بن أبي تراب؟ يا شباب لماذا سمي الإمام علي عليه السلام بأبي تراب اسم المشهور؟ ما في استعانة بصديق ولا في خيارات لماذا سمي بأبي تراب؟ إبراهيم شو الجواب؟ ما في استعانة بصديق ما في استعانة بصديق شو باقين؟ وقت بخلص الوقت خلص الوقت لأن نام على التراب الجواب خطأ صل على محمد وآل محمد جواب طبعا الجواب الصح لأنه صاحب الأرض وحجة الله على أهلها بعده وبه بقاؤها وإليه سكونها نروح للسؤال الأخير طبعا السؤال الأخير بالمجموعة الأخيرة مفيد السؤال الأخير يقول السؤال لماذا سميت الخطبة الشقشقية بهذا الاسم؟ علي لماذا سميت الخطبة الشقشقية بهذا الاسم؟ جعفر قاسوا بين الاثنين ده واحد منهم عن الثاني الاول عن الثاني لماذا سميت الخطبة الشقشقية بهذا الاسم؟ ثمان ثواني خلص الوقت فاز ابو علي فاز ثمان ثواني خلص الوقت انحسمت المسابقة للمتسابق الأول الحين نفصل بين الثاني والثالث عندنا حسين عاطني طبعاً حسين عباس العريبي وحسن جعفر العريبي المركز الأول الأول طبعاً المركز الأول يستلم جوازه والله يعودكم وكل عام وانتم طيبين الحين بين خلص الجواب طبعاً لأن علي عليه السلام قال في آخرها تلك شقشقة هدرت ثم قرت أو هدرت ثم قرت طبعا شباب تفضلوا عندنا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الروح وقتكم الروح إلى كل سنة أبو علي الروح إلى فاصل بين فريقين عشان نسحب للجمهور آخر مرحلة السؤال يقول ما اسم أبي طالب والد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام سبتوا شباب أحد علم عشان نفصل بينهم ها أبي طالب ما اسم أبي طالب والد أمير المؤمنين شكل اللي
الله. عبد الله. الجواب خطا. هو مناخ بن عبد المطلب. بعد يحكوا مجال نشوف الشباب يجاوبون ولا ما ما صلة القرابة بين معاوية وزوجة أبي لهب؟ ما صلة القرابة بين معاوية وزوجة أبي لهب؟ عندي معلومات عامة عشان الكل يستفيد منها. فأنتون يمكن عندكم معلومات عشان نتعلمها. لا لا. ما صلة القرابة بين معاوية وزوجة أبي لهب؟ الوقت لا سبع ثواني. يصير الجواب خطأ. يفصل آخر سؤالين شباب. الجواب عمة طبعا. إيه هي أم جميل بنت حرب. اذكر ثلاثة من بنات أمير المؤمنين عليه السلام. ثلاثة من بنات أمير المؤمنين. يلا اسرع. هل كان الامام علي اكبر اخوته ام اصغره؟ هل كان الامام علي عليه السلام اكبر اخوته ام اصغره؟ جواب صح. مجموعه رقم واحد. من التي تزوجها الامام علي عليه السلام بعد السيده فاطمه عليه السلام؟ لا بس جواب واحد. أم البنين فاطمة بنت أسد. خلاص جعفر. هنا خلاص جعفر. عم رجل. 19 ثانية عندكم فكروا. 17. جواب نهائي؟ جواب نهائي. عندكم 10 ثواني 9 ثواني. روح جعفر. أم البنين. جواب خطأ. أميمة. سؤال إليكم حسين وعلي. يلا احسموا. لمن قال الرسول صلى الله عليه وآله دور سأل ستقاتل عليا وأنت ظالم له؟ لمن قال الرسول صلى الله عليه وآله ستقاتل عليا وأنت ظالم له؟
الجواب صح. Thank you.